لحظه شنو لو 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 حمان انت شنو قاعد تسوي وسط جماهير مدريد المتعصبين دقايق قبل الكلاسيكو؟ عشان نقول لكم خلينا نروح حق الساعه 5:30 الصبح توقيت مدريد. اليوم الكلاسيكو ما اقدر اصارخ اكثر لان انا حاليا في الفندق في اسبانيا وللحين ما طلعت الشمس، بس لازم اقوم اتجهز ونحرك مباشره على محطه القطار. مباشرة محركين على مدريد. انا حاليا في مدينة فالنسيا لان عندي معسكر حق لعبة البادل، بس اللي متابعين في انستغرام يعرفون التفاصيل اللي تحتاجونها. يلا ناخذ شنطتنا وندش حق القطار. ما تشوفون طلعت الشمس، جدا 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 متحمس لان اليوم مو بس بحضر الكلاسيكو الاول في حياتي وخصوصا في ملعب ريال مدريد، لا 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 لا، اليوم انا طالع 12 ساعة قبل المباراة بس عشان اعيش اجواء الكلاسيكو في مدريد. ابى اروح متجر مدريد اشتري اشياء قبل المباراة، ابى اشوف الجماهير قبل المباراة، ابى اروح اكل من مدريد قبل المباراة، تجربة كاملة، نعيش الجو كامل وياكم ان شاء الله. انا ما اعرف صراحة ليش في تمثال ياهل راقد وهني ما اعرف مين قومه من النوم، بس جدا مرعب اول ما تطلع من محطة القطار تلاقيه في وجهك. الصراحة كأجواء وكحياة مدريد مدينة مختلفة كليا، يعني فالنسيا هادئة ما فيها سياحة كثيرين، ما فيها كل هالأشياء. الساعة 10 الصبح زحمة والكل يتنقل واللي طالع جري واللي بيسافر ولا اتمشى في المدينة ووصلت حق ميدان سيبيليس. هالميدان او البلازا اللي قدامي معروف عند اي مشجع مدريدي بسبب ان فريق ريال مدريد يجون يحتفلون هني بالباص مع المشجعين سنويا لما يفوزون بالدوري او الشامبيونز ليج. لاحظوا قلت سنويا لان الموضوع صار عادي. اليوم لما نغلب برشلونة لا ما بني نحتفل هني، شيء بسيط سهل هاللون. الله يستر يا جماعة، الله يستر. باقي 7 ساعات المباراة ومن الحين قاعد اتسبب، فصدق الله يستر. ابحث لقيت مطعم يمدحونه عنده اكل اسباني، فخذيت هاي الشيء اللي هو عباره عن قطع دياي وصوص. للامانه كشكل شكله دياي مقلي طبيعي، بس ما ادري يمكن البهارات مختلفه او شيء. نجرب بدون صوص، نجرب. بس في نكهه غريبه، في اعشاب، في هلون شيء كذي، بهارات غريبه مره لانه يعاني يمكن ما اكل شيء من الصبح ولا لان الصج حلو. بالمترو محركين رايحين حق الملعب لان تقريبا باقي 2:30 على المباراه. يا جماعة واصل الملعب قبل 2 ساعة من المباراة. ما رضى تسمعون او لا، هاي صوت الجمهور داخل الملعب، هاي داخل الملعب الجديد. والملعب رهيب رهيب رهيب. اخر مرة جيته قبل 2 أو 3 سنوات كان شيء مختلف، الحين قاعد يكبرونه وقاعد يصير شيء مو طبيعي. دخلت على المحل مباشرة، اخذت التيشيرت وانا طالع، بس ابي اروح حق الجمهور المينون برا قاعد يحرقون اعلام برشلونة وقاعد يسبون برشلونة، فقمة الحماس بالنسبة لي، ابي اروح اقعد وياهم. الملعب كل مره اجي حق هالملعب انصدم اكثر، اول مره اشوفه فل لهالدرجه، حرفيا اخر سيت في الملعب في احد قاعد، ما في اي كرسي فاضي او حاليا فاضيين يعني بينترسون بعدين. احب اشتري تيشرت مدريد كل مره اجي الملعب. هاي الشيء يا جماعه 14 تشامبيونز ليج، ما في فريق حتى قريب منها يا جماعه، فيعني كل مره نسوي ابديت حق الرقم وبس، يعني
بكل بساطة. المهم الحين صار وقت الحكي وخلنا نتكلم عن المباراة ورأيي شلون بيكون في المباراة، مع ان انت بتشوفون هالفيديو بعد المباراة، ما اتوقعها بتكون مباراة سهلة على ريال مدريد. برشلونة دائما يكون فريق مختلف في ملعب ريال مدريد دائما. نو 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 نو. وفوق هاي حارسنا الاساسي كورتوا متعور، يعني هاي صخرة في مكان الحراسة ما بنقدر نستفيد منها. توقعاتي حق المباراة 2-1 حق ريال مدريد بإذن الله. أتوقع بتكون مباراة قوية، كل ما يكون فيها أقوال أكثر أنا بستانس، بشرط يعني مو على ريال مدريد. لاعبين برشلونة قاعد يدخلونه وحراس برشلونة. خلي أعطيكم معلومة عني، بإذن الله ما أنحس روحي وأنا قاعد أقول هالمعلومة بإذن الله، بس كل مباراة حضرتها حق ريال مدريد فازوا فيها، في نفس الوقت كل مباراة حضرتها حق برشلونة خسروا فيها. دقائق على المباراة والملعب خلاص فول. حداكم تلاقون كرسي فاضي. ما في. طبعاً هاي اللي فوق اللي حد يعلق عليهم هاي مو كراسي. هاي مان في آي بي وبار الشرفات. باقي الملعب. بيكم تشوفون شيء، شوفوا الملعب شكبرة، كلنا مشجعين مدريد، مشجعين برشلونة وين؟ هناك. جول ثاني مو متوقع ابدا، برشلونة قاعد يلعبون لعب، مرة واحدة مرتدة غلطة دفاع والثاني ما امكن اصورها. بدي الشوط الثاني وحين مدريد صاروا هني، فنفس ما قلت لكم 2-1، ما تشوف الجول بي علينا هني، هاي الجول اللي قدامنا. المشكلة قايل لكم انا 2-1 بس بعد خايف، ما بدي جول، 5-0 تعادل 2-2، باقي 7 دقايق يا جماعة. ناطر بتشوف البار اذا في بلنتي او لا، احتمال في بلنتي حق ريال مدريد في الدقيقه 90. انا قاعد اشوف رودريجو ماخذ الكره ورايح حق البلنتي كانه ضامن بلنتي. خلصت المباراة، كل طلع خلصت أجواء المباراة شوي بدأت تختفي الحين، للحين مو مصدق، لأن بالنسبة لي من أنا صغير كان حلمي إني أروح أشوف فريق ريال مدريد في ملعبه ضد خصمه اللدود برشلونة ويفوز، يعني فعلاً كأنه حلم وتحقق، كل شيء صار بالضبط بأفضل طريقة ممكنة، فريقي فاز 3-1، الجمهور، الأجواء، كل شيء أحلم ما كنت أتوقع، الحمد لله على هالشيء. المهم يا جماعة أنا صوتي راح شوي، لازم أروح أشرب لي شيء، راح أتمشى في مدريد لأن وراي درب إلى فالنسيا بعد ما أعرف كم ساعة. من عجبك المقطع دير لايك الاشتراك، مع السلامة، بهدكم هني خلاص، يلا باي.